تخيل معايا لو مفيش اله، مين هيحاسب الظالم ومين هيرجع للمظلوم حقه؟ اكيد في حساب، ما هو مستحيل الظالم نهايته تكون زي المظلوم. اغرب شيء في الكون ان في ناس متخيله ان مفيش حد هيحاسب الظالم. طيب لو مفيش حد هيحاسب الظالم، ليه ما نقتلش؟ ليه ما نسرقش؟ ليه ما نعملش كل حاجه احنا عايزينها طالما احنا مبسوطين كده؟ اكيد في حساب، عشان اكيد الله موجود ومستحيل الظالم يتساوى بالمظلوم، والحمد لله على نعمه المدير. هذا البطل يكون إن شاء الله عروسا في جنات النعيم هذه الليلة مع حور الحسان مقصورات في الخيام. بص في كل سلبيات المجتمع ودور كويس على السبب الرئيسي، تجد أن هناك موروث ثقافي ديني قد تغلغل في نفوس الفقراء والبسطاء، في النهاية بيصنع مشاكل كثيرة جدا في المجتمع، ولازم نقولها واضحة وصريحة دون مواراة ودون مسايسة، لأنه في النهاية هذا المجتمع بيدفع ثمن غالي. والله النصر هذا، النصر هذا يا محالة، يا من اخترت مكة الطريق هذا، ابشروا فما تاخذ بس اللي حبينا جنة وبجوار نبينا خمر وحورية تحسان، خمر وحورية تحسان، تبربي نبقى أسير وتفضل عيني كير غدير، على الله يجمعنا بسرير بها في جنة الرحمن. لما الانسان تميز عن باقي الحيوانات بطفرات الذكاء بدا يبقى في قانون بدائي كده، زي انا هدافع عنك عشان انت تدافع عني، انا هحميك عشان انت تحميني، انا مش هسرقك عشان انت ما تسرقنيش. من الاخر كانت الاخلاق عباره عن تجاره، انا هساعدك عشان انت تساعدني، انا هحميك عشان انت تحميني، انا بعمل الخير عشان انت تعمل لي الخير. ومع مرور الزمن بقت تجاره الاخلاق مش مجرد تجاره، بقت غريزه في الانسان، بقى الانسان مش مجرد بيعمل الخير عشان مصلحته، بقى يعمل الخير من اجل الخير نفسه. بس برضه في بشر ثانيه مخها على قدها مش قادره تستوعب يا ليه تعمل الخير لو مفيش مصلحة هتعود عليها. فهنا البشر بقى قدامهم سؤالين، السؤال الأول البشر اللي بتعمل الخير من أجل الخير، يا ترى هو الخير ده جه منين أصلا؟ والسؤال الثاني البشر اللي مش قادرة تستوعب يا ليه تعمل الخير ما دام مفيش منفعة مادية هتعود عليها، تسأل نفسها هو أنا ليه ما أعملش الحاجات الغلط أو ليه ما أذيش حد طالما أنا هستفيد بكده؟ طبعا البشر في الزمن دوت مستحيل يلاقوا إجابات على الكلام دوت، فبقوا يخترعوا إجابات من دماغهم. فالبشر اللي بتعمل الخير من أجل الخير يقول لك ده الاله او الاصنام او ايا كان اللي بيعبدوه، يقول لك ده هو دوت مصدر الاخلاق. ويجي الانسان الذكي يقنع الغبي يقول له انت لازم تعمل الخير عشان الالهه ترضى عنك، عشان انت لما تعمل الخير هتخش النعيم ولو عملت الشر هتخش النار او الجحيم. فكره الجنه والنار كانت مفيده للبشر في زمن من الازمنه، بس انا من وجهه نظري ان فكره الجنه والنار النهارده اهانه للبشر. احنا تطورنا لدرجه ان احنا بقينا نميز الخير من الشر، بقى شيء زي فطره جوانا. اعتقد اغبى غبي على كوكب الارض النهارده يقدر يميز بين الخير والشر بمنتهى السهولة. ففكرة انك تعمل العمل الخير عشان الاله يديك حسنة او يدخلك الجنة ديت بتخلي من العمل الخير عمل غير خير اصلا، عشان انت حولت الخير لتجارة، تجارة مع الله حلو. على عكس الملحد اللي بيعمل الخير من اجل الخير، الملحد مش بيستنى حد يديله حسنة او يستنى حد يكتب له حاجة كويسة او يستنى حد يكرمه في حياته، الملحد بيعمل الخير من اجل الخير. الملحد لما بيلاقي واحد محتاج بيساعده مش عشان مستني حاجة من حد زي ناس كده معينة، هو بيعمل الخير من اجل الخير، بيعمل الخير عشان عارف ان اللي قدامه محتاج مساعدة. انا شايف ان اللي بيعمل الخير ومش بيستنى مقابل زي الملحد ده بيعمل عمل خير. اما المسلم او المسيحي او ايا كان دينك، لو انت بتعمل الخير من اجل ان انت مستني مقابل انت مش بتعمل خير اصلا، انت بتتاجر بالخير. وبرضه فكرة الجنة والنار بتخلي البشر منافقة، بمعنى ان انت مش هتعرف تميز بين الانسان الخير والانسان الشرير، عشان الانسان الشرير ممكن يكون بيعمل اعمال خيريه غصب عنه عشان خايف من النار او طمعان في الجنه. ففكره الجنه والنار بتخلي المجتمع منافق، فكره الجنه والنار بتخلي الانسان الشرير يعمل اعمال خيريه عشان خايف من الجحيم او طمعان في الجنه، وبتخلي الانسان الخير اللي هو كده كده هيعمل الخير عمل الخير بتاعه بلا قيمه عشان مستني مقابل. انا شايف ان فكره الجنه والنار عار على البشر.
اكتر شيء بستغربه لما المسلم يجي يسالني يقول لي لو ما فيش اله مين هيحاسب الظالم ومين هيرجع للمظلوم حقه، على اساس ان هو ده المعيار في الاديان، ان الظالم هيخش النار والمظلوم هيخش الجنه. مش هو ده المعيار في الاديان، بمعنى ان مثلا في الاسلام المسيح هيخش النار عشان اتولد مسيحي، وفي المسيحيه المسلم هيخش النار عشان اتولد مسلم، عند الشيعة السنه هيخش النار عشان اتولد سني، وعند السني الشيعة هيخش النار عشان اتولد شيعي. فالمعيار بتاع الاديان مش قائم على العدل اصلا، مش قائم على ان المظلوم هيخش الجنه والظالم هيخش النار. بمعنى ان في الاسلام مثلا هتلر دخل النار مش عشان قتل الناس ولا عشان حرق الناس، هو دخل النار عشان اتولد مسيحي. من الاخر هتلر لو كان مسلم كان زمانه دخل الجنه. وهنروح بعيد ليه؟ بلح بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في حديث صحيح عن محمد بيقول ان لو في مسلم ظالم الله بدل ما يدخله النار هياخد مكانه واحد يهودي او واحد مسيحي ويدخله النار مكانه. يعني في المعتقد الاسلامي بدل ما بشار الاسد يدخل النار ممكن الله ياخد مجدي يعقوب ويدخله النار مكانه. فالمعيار بتاع الاديان ظالم تماما، واعتقد ان مفيش عاقل يقول ان الكلام دوت عدل. وما دام معيار اله الاسلام ظالم فايه المانع ان هو دخل المسلمين النار فوق البيعه؟ هتقول لي مستحيل الله يدخلنا النار عشان هو قال ان الدين عند الله الاسلام، وكمان في حديث صحيح بيقول ان المسلم لو زنى او سرق هيدخل الجنه. يا حبيبي ده معيار ظالم، بمعنى ان الهك كمان ظالم، فايه اللي يمنع ان الهك ما دام هيظلم ملايين البشر يظلمك انت كمان فوق البيعه؟ هتقول لي لا بس الله ما ظلمهمش، الله قال لهم ابحثوا، ابحثوا في الاسلام، خشوا الاسلام، الله بيدعوكم للاسلام، بذمتك انت اصلا انت عمرك بحثت في الاسلام؟ انا متاكد ان الغالبيه العظمى من المسلمين ما يعرفوش ايه هي اركان الاسلام اصلا. الشهاده، الصيام، الحج، الزكاه، الصوم والصلاه والزكاه وحسن الخلق، وبلاتي خمسه الحاجات رانا حافظاهم لغب جنسي بلو. طب بذمتك كده انت عمرك اصلا ما بحثت في الاديان ولا عمرك بحثت حتى في دينك، بتقول هذا ما وجدنا عليه اباءنا، ديني حق وانا بصلي وبصوم وهدخل الجنه. امرك ايه عايز غيرك يبحث في دينك؟ ما غيرك بيتولد برضه على دين ابوه وامه وبيقول هذا ما وجدنا عليه اباءنا، وانا ديني حق وانا اللي هدخل الجنه وغيري داخل النار. زيك بالظبط، نفس اللي حصل معاك حصل معاك. معيار الخير والشر في الاسلام معيار ظالم اصلا، بمعنى ان مثلا في الاسلام اغتصاب الاطفال او زواج الاطفال دوت عمل انسان وحلال في القرآن، والرسول نفسه اتجوز بنت عندها 6 سنين. عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، أي اللي لم يحضن عدتهن 3 أشهر، أي أن هذا يجوز للي لم يحضن أن يتزوجن. بس التبني يا انت كاتب واحد باسمك، انت بنيت واحد وكتبته باسمك، يا كافر مرتد ملحد في الإسلام. لو حد فكر بس وشغل دماغه وترك الإسلام حكمه الذبح. من ثبتت ردته قضاء عند القاضي الأصل أنه يقتل ما في الصحيحين، من بدل دينه فاقتلوه. بس لو واحد مسلم قتل مسيحي او يهودي من غير حق ما يتقتلش. طيب ليه ما يتقتلش؟ عشان الاله بيحب دم المسلم، دم المسلم ارقى من دم المسيحي ودم اليهودي. يا احنا شعب الله المختار. مسلم يقتل غير مسلم بدون وجه حق غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان. يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب، بس بما دون القتل. لنص الحديث الرسول قال لا يقتل مسلم مكافر. ليه؟ لأنهما ليس متكافئي الدم. دم المسلم أعلى شأنه. تقول بقى عنصرية، أقول اللي تقوله. أه طبعا دم المسلم أعلى شأنه، أمال إيه؟ تدرون فأنتم بشر مثلنا حتى لو كنتم من عرق أدنى منا ويجب أن تكونوا خدما. هو ده المعيار عندكم، هو ده المعيار العادل، ده العدل المطلق. الإله ده اللي بيميز بين بشر وبشر، ده اللي هيرجع للمظلوم حقه وهينتقم من الظالم. هل لو أنت اتكلمت مع واحد يهودي واليهودي دوت قال لك أنا يهودي أنا أحسن منك أنا دمي أرقى من دمك، أه إحنا نقتلكم عشان إحنا يهود، إحنا شعب الله المختار، بذمتك هتقول عليه إيه؟ مش هتقول عليه عنصري، وممكن تضربه كمان، وهتتأكد مليون في المية إن دينه باطل، عشان مستحيل يكون في إله بالشر ده، مستحيل يكون في إله بيميز بين بشر وبشر، ما دام هو خلقنا كلنا مستحيل يميز بين بشر وبشر، ده من 7 المستحيلات. طيب ليه لما بتدخل في الإسلام وتلاقي نفس الكلام اللي عند اليهود اللي هو شعب الله المختار، الدم الأرقى، الدم الأفضل، ليه مش بتحس بحاجة غريبة؟ ليه بتكون موافق على كده؟ ليه مش بتحس إن في حاجة غلط؟ إشمعنى لما هو يقول اليهود هم شعب الله المختار تقول يا مستحيل يكون في إله بيفرق بين بشر وبشر، ده دينكم باطل يا كفار، أعوذ بالله، عنصرية. ليه مش بتطبق نفس المعيار اللي طبقته على يهوى وعلى اليهودية على الله وعلى الإسلام؟ خلصت الكلام، الله في الإسلام مش هيحاسب الظالم. انت ما تنزلش في التعليقات تكتب لي مين هيحاسب الظالم، انت انزل اكتب لي مين هيحاسب الناس اللي اتولدوا غير مسلمين. ف
طيب تعال نشوف الجنة حسب تخيل محمد. أول حاجة موجودة في الجنة فيها كنب، يعني ممكن تريح ظهرك وانت قاعد، فيها لحمة وفيها فواكه، وكمان فيها مية مسكوبة، يعني ممكن وانت قاعد في الجنة تمسك شوية مية تكبهم كده المية بتخلص. والمفاجأة الكبيرة حضرتك لو انت دخلت الإسلام هتاخد 70 حورية بعد الموت. لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحورية حلالك والوصيفة حلالك. وكمان مراتك هتتحول لحورية وهيبقى معاها 70 حورية عشان تمسك جنابك. ولكل امرأة من أهل الدنيا دخلت الجنة 70 حورية. إيه ده أنت لسه ما دخلتش الإسلام حضرتك؟ طيب ومش كده وبس، لأ، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. المفاجأة الكبيرة في عرض النهارده، النساء اللي هتاخدهم بعد ما تموت في الجنة كواعب أطرابة بزسهم كبيرة بزسهم حلوة أوكازيون، تعال خش الإسلام. وكواعب أترابا، أتدري ما معنى وكواعب أترابا؟ أي أثداء الحور. الله جل جلاله يصف أثداء، نعم، حتى يعلمك ما في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يجعلك تتنافس وتتسابق. إنها رسالة إلى من ضيع الجنة بشهوة ساعة. اسمع، أثداء الحريات كيف وكواعب أترابا، أي نواهد الحور كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، زيادة في الحسن والجمال. فأين المحبون للنساء؟ أين المشتاقون للحور؟ كم هم الذين باعوا الحوريات لأجل فتاة سافرة فاجرة؟ حاجة مسخرة بجد، العرب خلوا فكرة الإله تشتغل لمؤاخذة ليهم. في بعد الموت في الجنة عند المسلم خمرة، طيب أنت عايز تاني؟ يعني خمرة حشيش، خمرة نسوان، فواكه، لحمة، كل اللي أنت نفسك فيه هيجيلك، أنت ليه ما دخلتش الإسلام؟ يعني الإله يعمل لك إيه تاني؟ يعني خمرة وجاب لك، حشيش وجاب لك، نسوان وجاب لك. جبنة المثلثات، يا بشتري. جبت لك كل الاغراءات جاب لك يا جدع، ده وصف لك بزاز حور العين، انت ليه ما دخلتش الاسلام؟ يعني الاله ينزل يضربها لك مثلا عشان تدخل الاسلام؟ خش الاسلام. انت ممكن دلوقتي تسال تقول انا فعلا اقتنعت بكلامك يا شيخ زومبي، الجنه مكان جميل وانا اتصرت بصراحه وعايز اخش الجنه، بس في استفسار صغير، انا مراتي بتغير عليا جدا 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 ومش قادر انام حريم قدامها، اعمل ايه؟ هل ينفع تدخلها النار؟ لا يا فندم، مراتك مش هتخش النار ولا حاجه، مراتك هتخش الجنه معاك والوضع هيبقى زبادي خلاط. ليه بقى؟ عشان الله هيحول مراتك لحور عين، وكمان هينزع المشاعر، مراتك هتبقى زي البقرة معانا يا فندم. فانت خش الاسلام وتنورنا في الجنة يا فندم، اكتب اسمك، اسم حضرتك، قول كده اسمك. كمان اهل الجنة في الاسلام هيبقوا واقفين بيتفرجوا على الناس اللي في النار وهم فرحانين، من الاخر الناس هتتحول لبهايم، الله ينزع عن الناس المشاعر. يعني الام هتقعد تتفرج على ابنها وهو بيتحرق، والابن يتفرج على امه وهي بتتحرق، وعادي جدا، هيبقوا الناس زي الجبلات كده، وهتفضل على كده للابد، تنام مع نسوان، تشرب خمره، تاكل، تشرب، تكب ميه، واصحيح هتشرب ميه مع محمد شخصيا. تان 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 تان، افرح بقى، انت لسه ما فرحتش يا والنبي؟ ما فرحت انت؟ شوف الجنه عامله ازاي، افرح بقى، فرحت يا اختي؟ هي دي الجنه في الاسلام، عباره عن حظيره حيوانات، ولا فيها هدف ولا فيها اي حاجه تعملها غير ان انت تنام مع نسوان وتشرب خمره وتبقى قاعد على الكنب وتكب ميه، ولا في هدف ولا في شغل ولا في اي حاجه تعملها، زيك زي البقره اللي في الزريبه بالظبط. تخيل ان المسلم بيصلي وبيصوم وبيحج وبيحب محمد وبيفجر نفسه وتكبير وتفجير تكبير الله اكبر، كل ده عشان يروح ينام مع نسوان. مسخره بجد، المسلم عايز يقنعنا ان في اله وان الاله دوت تواصل مع واحد من 1400 سنه وعشان يقنعنا ان احنا نعبده بيقول هجيب لكم نسوان. الاله مش لاقي اي حاجه تخلينا نعبده غير ان هو يوقف بتاعنا. حاجه مستفزه جدا لما يكون المسلم محلل لنفسه ان هو ينام مع 4 نساء في الدنيا، وكمان ينام مع جواري وسبايا بعدد لا نهائي، وبعد الموت يروح ينام مع 72 حوريه، وبعد كل ده يجي يقول للملحد انت تركت الاسلام عشان تتبع شهواتك. يا اخي اتكسف على دمك. حلوه جنه المسلمين عندها. كواعب اطرابة يا جدع، ده انا امي بتدعي لك دعاء. الجنة في الإسلام عبارة عن أمنيات ناس عايشة في الصحراء من 1400 سنة. في الصحراء الماشي سمين جدا لدرجة إن محمد كان بيتوضى بكوباية مية وبينام مع 11 واحدة من غير ما يستحمى. بس في الجنة بقى فيها ماء مسكوب، المية ما بتخلص، تقدر تشرب منها وتكب منها كمان، يعني من كتر ما المية كتير تقدر تكب منها. طيب سؤال، هو الإنسان هيحتاج مية في الجنة كمان؟ هو الإنسان هيحتش في الجنة؟ ولو الإنسان هيحتش، ليه الله ما يخلوش ما يحتش أحسن؟ كمان مذكور في القرآن إن الجنة فيها لحم طير. طيب إشمعنى مذكور نفس الطعام اللي البدو بتحب تاكله؟ وليه برضه هنجوح في الجنة؟ ليه الإله يخلينا نجوح في الجنة؟ ده المفروض الاختبار خلص يعني. الجنة بتاعت الإسلام فيها بيوت من ذهب، ودي حاجة خطيرة أوي في الإسلام، بيوت من ذهب. طيب أنا فاهم إن الذهب غالي على الأرض عشان نادر، بس ليه الله فخور أوي بالذهب في الجنة؟ هو الذهب نادر في الجنة؟ يعني هو الذهب ليه قيمة في الجنة؟ الذهب يفرق عن الحديد؟ طيب منين جت القيمة ديت؟ ما هو الذهب هنا غالي عشان نادر. هل الذهب في الجنة
نادر، جنة الإسلام مهووسة بالجنس. طيب سؤال، أنا أفهم إن الجنس مهم على الأرض عشان الاستمرار وعشان الشهوة، هل في الجنة في شهوة؟ يعني هل الروح لما تطلع من جسم الإنسان وتدخل الجنة بيبقى فيها شهوة؟ ولو هتقول لي أيوة فيها شهوة، يبقى إيه الفرق بين الجنة والأرض؟ جنة الإسلام فيها كنب عشان نقعد نرتاح. طيب سؤال، هو في جاذبية في الجنة؟ يعني الجنة بتاعت الإسلام فيها جاذبية زي الأرض؟ وهل هيبقى في تعب في الجنة عشان نقعد نرتاح؟ يعني في اختبار في الجنة؟ جنة الإسلام فيها للراجل 70 حورية للنكاح. طيب سؤال، ليه المرأة المسلمة ملهاش 70 حور عين للنكاح؟ اشمعنى الراجل ليه 70 حورية والمرأة ملهاش إلا جثة؟ ما المرأة برضو تعبدت وصلت ونجحت في الاختبار. ولا هتقول لي مثلا إن المرأة حرام تنام مع واحد غير جثة؟ طيب ما أنت برضو حرام في الدنيا تنام مع واحدة غير مراتك، ومع ذلك في الجنة هتنام مع 70 واحدة غيرها، ليه المرأة ما تعملش زيك؟ ولا الجنة مثلا فيها حلال وحرام، بمعنى إن الست لو مارست الجنس مع واحد غير جثة في الجنة هتخش النار؟ مهما بحثت مستحيل تلاقي إجابة غير إن دوت ظلم. المفروض المرأة تكون زي الراجل في الجنة بالظبط، عشان هي تعبدت ونجحت في الاختبار زي الراجل بالظبط. احي، طب هما يا اختي لما يدخلوا الجنه هياخدوا حور عين، احنا بقى احنا هنتنيل ناخد ايه؟ جدعان حور عين طبعا. بجد هما قالوا كده في القران؟ انت هتقوليني في القران يا بنت؟ بهزر معاكي. بس احنا ناخد ايه؟ احي يا بنت، اللي نطلع الجنه نطبخ ونمسح ونغسل ونربي عيال برده. المفاجاه بقى هتفضلي مع جوزك. يا خراشي يا مصيبتي، هو سامي ده هيفضل طابق على نفسي دنيا واخره؟ لا يا اختي، لا 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 لا. بس انا هجاوبك يا اختي واقول لك ليه الراجل بياخد متعه اكتر في الجنه. عشان اللي كاتب النصوص ديت راجل، الله هو محمد. في الجنه الله وعدني ان كل شيء هتمناه يتحقق. طيب لو انا اتمنيت ان الله يموت، هل ده هيتحقق؟ طيب لو انا اتمنيت ان حد يطلع من النار، هل ده هيتحقق؟ لو قلت لي لا مش كل حاجه انا بتمناها بتتحقق وفي قانون، طيب ليه الله بيقول كلام اكبر منه؟ يعني ليه بيقول لي كل حاجه هتمناها تتحقق؟ طيب انا بتمنى ان انت تموت، ولا هو مش قد كلامه؟ ما دام في حدود للامنيات، زي مثلا ما اقدرش اتمنى ان حد يطلع من النار، او اتمنى ان محمد يدخل النار، او اتمنى ان الله يموت، طيب ليه الله بيحلو قوي وبيقول كلام اكبر من سنه وبيقول لك اي حاجه هتتمناها تتحقق؟ ليه بيقول كده؟ ما دام هو مش قد كلامه اصلا وما يقدرش يعمل كده. في بعض المشايخ بتقول ان الخمره اللي في الجنه مش بتسكر. طيب سؤال، ايه المانع ان انا اتمنى خمره بتسكر؟ مش المفروض الاختبار خلص؟ بمعنى الخمره حرام هنا عشان الله قال ان هي حرام عشان احنا في اختبار، بس في الجنه الاختبار خلص كل حاجه بقت حلال، ايه المانع ان انا اتمنى حشيش كمان؟ فين المانع في كده؟ ولا لو انا نجحت في الاختبار ودخلت الجنه واتمنيت حشيش هدخل النار بعديها؟ لو قلت اه يبقى الاختبار مخلص، يبقى الجنه في حد ذاتها اختبار. طيب لو انا نجحت في اختبار الجنه هدخل تاني؟ انا هجيب لك من الاخر، لو الحيوانات عندها خيال واسع شويه هتبقى دي جنه القرود، وديت جنه الارانب، وديت جنه بدو الصحراء. في النهايه انا مش متاكد 100% ان مفيش اله، بس متاكد 1000000% ان الكلام دوت كلام واحد بدو وعاش من 1400 سنه، وما ينفعش يبقى كلام واحد خيال واسع حتى مش كلام اله. وبس كده اكون انا خلصت. سلام.